وبقلوب مشتاقة للصلاة في المساجد، توافد المصلون إليها ملتزمين بالاشتراطات الوقائية الصحية، الوضوء بالمنزل والتباعد البدني ولبس الكمامات، مبتهلين إلى الله تعالى أن يزيل هذه الغمة عن البلاد والعباد. جباه المصلين تسجد لله شكرا في أول يوم لاستقبال بيوت الله لأحبابها وسط أذان وإقامة وحي على الصلاة وفي ظل غياب حقبة صلوا في رحالكم، مشهد أدمع العيون فرحا والقلوب شوقا، فها هي الحياة تدب في المساجد من جديد لتتزين بركوع وسجود ودعاء من المصلين. اليوم أول يوم نرجع فيه للمسجد للصلاة، شعور عجيب لا يوصف. يعني من بعد انقطاع تقريبا 3 شهور رجعنا إلى المساجد والفرحة عمت الجميع، ملتزمين جدا، وحتى وزارة الأوقاف جزاهم الله خير حاطين بين كل مصلي ومصلي تقريبا 2 متر وبين اللي قدامه تقريبا هم 1 متر، فالإجراءات وايد ممتازة والتزامهم هم ممتاز وجيد. جمعية الروح التعاونية يجب أن تكون مساهمة بشكل مباشر مع المساجد لأنها تعتبر جانب اجتماعي. إحنا اليوم حقيقة كان في شفنا البشاشة حقيقة في جموع المصلين وهذا شيء أفرحنا الحقيقة، وهي فعلا طمأنة القلوب في هذا المسجد حتى نستمر في فتح مساجد نتبع تعليمات وزارة الصحة. أن حقيقة الكل يلتزم بلبس الكمام والتباعد ووضع السجادة. يوم تاريخي، مساجد الكويت تحتفي بالمصلين بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر وسط إجراءات احترازية وتباعد في الصفوف منعا لانتشار عدوى كوفيد-19، وفي ظل فرحة عارمة وحضور كثيف تلبية لنداء الله. اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ الكويت، حيث عمت الفرحة لدى جميع أهالي الكويت بعودتهم إلى المساجد وأداء صلاة الجماعة وأداء الفروض الخمس في هذه المساجد المباركة. الكل مقبل على المسجد في لحفة بعد فقدان 3 أشهر يصلي بالبيت. الحمد لله أن فقدنا كلمة صلوا في رحالكم، هذه فعلا كانت نوع من الألم اللي سمح بالمسجد وبالبيت. الحمد لله المساجد راح تفتح الصلوات الخمس ولله الحمد بعد الجمعة إن شاء الله، عن قريب الكل يفرح حتى صلاة الجمعة. الفرحة بالصلاة في المساجد لم تقتصر على قلوب المصلين فحسب، بل تجاوزت ذلك لذبح الذبائح في ساحة المسجد الكبير ابتهاجا بالعودة الحميدة. التزام كبير من قبل المصلين في اليوم الأول لعودة المساجد في البلاد في مشهد يؤكد اتباعهم كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية لمنع تفشي عدوى كوفيد-19 في المساجد. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.